مثل ما جاي تشوفون حريق في مناطق الجزر الأربعة، مركز يعني هذا المحلات جملة بيع جملة في الجزر الأربعة في قضاء شط العرب. قبل نص ساعة الحريق وهي عمليات الإطفاء بالتناكر. لا يوجد أي مركز للدفاع المدني، لا يوجد أي مركز للدفاع المدني في هاي المناطق المهملة اللي خرجنا تظاهرات وناشدنا عدة مناشدات للسيد المحافظ لمدير الدفاع المدني في البصرة للحكومة المحلية بضرورة إنشاء مركز للدفاع المدني، لكن للأسف الشديد ما حد يسمع صوتنا اليوم. هاي الحريق مثل ما جاي تشوفون مركز ومحلات للجملة تفت واحترقت بالكامل، لا يوجد أي من يطفئها. نص ساعة صاركم مش قادم اتصلتوا على الدفاع المدني أكثر من نص ساعة؟ تقريبا بالنص ساعة لأنه ماكو مركز للدفاع المدني، مناطق سكنها أكثر من 200,000 نسمة. السيد المحافظ والاستاذ تحسين علي ساوي مدير الدفاع المدني في البصرة بتوفير وحدة دفاع مدني وسيارات إطفاء لهاي المناطق، يعني جاي تستعد وتروح بالتناكر مثل ما جاي تشوفون بالتناكر يطفون حريق لمحلات الجملة في قضاء شط العرب بسبب عدم وجود مركز للدفاع المدني. اليوم مركز للدفاع المدني ما يوجد في قضاء يسكنه أكثر من 500,000 نسمة. المن تحكي؟ المن توجه؟ نايمين قاعدين يا حكومتنا، يا حكومتنا المحلية في قضاء شط العرب، يا حكومتنا المحلية في البصرة. هاي مثل ما جاي تشوفون بال 2021 وهذا الحريق تناكر، طفي تناكر. تناكر هاي الناس جاي تطفي. هذا حريق. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا على الأرقام التالية. للمشاركة من داخل العراق من زاخو إلى الفاو تقدرون تتصلون بنا على واحد من هاي الرقمين، عندكم الرقمين ذني الاثنين إذا تشوفوها هنا، تقدرون تتصلون بأي وقت على واحد من هاي الرقمين إذا تشوفوها أمامكم. أما من خارج العراق تقدرون تتصلون بنا أيضا على واحد من ذني الرقمين اللي راح يطلع عن هنا، ذني الرقمين الاثنين اللي تشوفوها هنا ذني إلى دول الخارج، فعندكم أربع أرقام للاتصال، ذني اثنين واثنين من الداخل هاي للاتصال. أما هذا الرقم اللي راح يطلع هنا هذا غير مخصص للاتصال، اللي يدق على رقم الواتساب ما راح يبين عندي، ما راح أقدر أستقبل اتصاله وبالتالي ما راح يقدر يشارك ويانا بالبرنامج على هذا الرقم. للمشاركة عبر الواتساب فقط للرسائل أنك تكتب لي رسالة، أقرأ الرسالة مالتك بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم، الرسائل الصوتية ما أقدر أسمعها، وكذلك الاتصالات ما تبين يمي، فقط الرسائل المكتوبة تكتبوا لي إياها، أتمنى تكون مطبوعة بمكانكم واسمكم حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. الفيديو اللي شفتوه بعشارة البداية هو في حريق في قضاء شط العرب، يعني يبين انه ماكو مركز دفاع مدني ودي العالم دا تطفي الحريق باستخدام تناكر مي. هو مو موضوعنا هذا او الحرائق اللي دا تصير بالعراق، هو موضوعنا المي. اليوم العراق بأزمة، أزمة المي اليوم بالعراق هي مو لقلة المياه اللي موجودة بالعراق، لا، من يوم ما عرفنا العراق من قبل 6,000 سنة العراق بنهرين دجلة والفرات، مصادر المياه اللي موجودة بالعراق العالم كانت تحسد العراق على ما موجود به، وسبب خصوبة أرضه هي وجود نهرين، سبب غنى شعبه بقضية المياه هي سببها وجود نهرين. لكن بالفترة الأخيرة من 2003 إلى اليوم ذني النهرين في يعني مناسيب المياه بنهري دجلة والفرات في تناقص. بعد هاي الأزمة اللي صارت تناقص مناسيب المياه، أكو شغلة اسمها ملوحة. هاي الملوحة هو صعود الخط الملحي من الخليج العربي من البحر على شط العرب صعودا إلى الأعلى. السبب لأنه صارت المناسيب بدل ما تكون مياه الأنهر أعلى وتصب البحر صارت بالعكس، فصار البحر هو اللي صب بشط العرب. بالمقابل اليوم مثلا كشفت وزارة الموارد المائية أكو زيارة مرتقبة لفريق فني
راح يطلع الإيران ليتوصلون لاتفاق وحل أزمة الملوحة بالعراق، وأنه أزمة الملوحة بشط العرب تحتاج إلى حل عاجل ورا 18 سنة فكروا بيها، ما فكروا أنه شط العرب أكو طحالب سامة دا تنبني على ضفافه، ما فكروا أنه الملوحة دا تصعد سببها قلة المي. المي ليش قل؟ لأنه إيران قطعت موارد العراق المائية كلها. ما فكروا بهاي الطرق، فكروا أنه ينشؤون سد مشترك عراقي إيراني. السؤال، السد وين راح ينبني؟ إدارته المن؟ وش راح يفيد هذا السد؟ وش راح يفيد هذا السد وأنت أصلاً الأنهر مالتك جفت اللي تجي من إيران؟ نهر ديالة جف، الأنهر اللي بالشمال أغلبها جفت، المصادر اللي كانت تغذي نهر دجلة من إيران كلها حولوها إلى أماكن أخرى بحيث ما توصل ولا قطرة مي للعراق. هاي ما فكرتوا بيها، ما فكرتوا تفعلون الاتفاقيات الدولية للدول المتشاطئة، حصص العراق المائية ما فكرتوا تحافظون عليها بحيث أنه ما تصير هاي الأزمة. سبب سوء إدارتكم لملف المياه بالعراق هو سبب أزمة قلة المياه وشح المياه والملوحة. تعرفون أنتوا الحكومة العراقية يتفكر بالشعب العراقي دائما، ففكرت بإنشاء سد مشترك ويا إيران مثل ما فكرت تعطي الحصة التموينية 24 مادة، مثل ما فكرت تعطي عيديات للشعب العراقي بالعيد بحيث نطل إلى كل مواطن عراقي حصته من النفط، مثل ما كانت تفكر بالزراعة، وما شاء الله اليوم الزراعة العراقية عندها اكتفاء ذاتي في كافة المحاصيل الزراعية، ما يستورد أبدا خصوصا التمر. أنا مدى أفتهم كل العالم تقول أنه إحنا عندنا أزمة مياه وعندنا وزارة موارد مائية، شدي يشتغلون ما أدري، شنو المشاريع الإصلاحية اللي ينفذوها من أجل تخفيف قلة الملوحة، إيصال مياه صالحة للشرب إلى المواطن، محطات تحلية بنوها بحيث أنه المي يجي نظيف ومرتب، ما يجي مي خابط، ما يجي بحشرات، ما يجي يشتعل مثل بعض الفيديوهات شفناها. شنو المشاريع اللي فكرت بها الحكومة العراقية ونفذتها بحيث أنه إحنا نوقف وياها ونقول أنه العراق محتاج إلى سد مشترك ما بين العراق وإيران على شط العرب؟ المشكلة اليوم العراق دا يعاني من أزمة، أزمة حقيقية مو بس من المي، أزمة بكل شيء. أزمة بكل شيء، لأنه المي هو أساس الحياة. المي تستفاد من عنده الثروة الحيوانية، تستفاد من عنده الثروة الزراعية، ويستفادون منه الفلاحين، وأكو إدامة للمزارع ولهذه المهنة، مهنة الفلاحة، والعراق يحتاجها حتى يوقف على رجليه، ويحتاجها حتى يكون إلى منتج محلي يغطي السوق المحلية. والمفروض نفكر شلون إنه المنتج المحلي نصدره إلى دول الخارج زيادة بالمنتج مثلا. سعدون من بغداد ويانا، حياك الله سعدون، تسمعني يا سعدون؟ سعدون من الكويت، سعدون من بغداد انفصل الخطوة، أتمنى يرجع لنا مرة ثانية. سعد من الكويت، حياك الله يا سعد. حياك الله الدوم النشمي، تحية لك وللبرنامج، ونشكر العاملين والقائمين على هذه القناة المميزة الناجحة يا أستاذي، التي تنبه على التجاوزات والسلبيات. أستاذي الكريم، أين دور النائبات؟ أين دور النائبات؟ ولا يجوز يا أستاذي الكريم، هذه جريمة النكراء حسب ما ذكرت، الذي يجسس المياه
يعني هذا عمل غير صالح، جريمة النكراء يحاسب عليها فاعلها، يعني يحاسب من ناحية القانون ومواد ونصوص الدستور، الأمة والبرلمان والحكومة. أيضا أستاذي الكريم النهرين، نتمنى تنطونا من نهر الفرات يا أستاذي، لأننا إحنا نشرب ماء البحر ولكن مكرر ومحلي تحلية يعني عندنا من زمان يعني، ونتمنى حصر يا أستاذي الكريم السلاح فورا ومحاسبة من تجاوز. وآخر الكلام يا أستاذي، أنتم مقبلين على برلمان جديد يعني كما تعلم، أيضا يحل مشكلة ومأساة العراق والمواطنين. وآخر الكلام، كما تعانون يا أستاذي إحنا أيضا نعاني يا أستاذي. وآخر الكلام، شكرا لك وللبرنامج وللقناة، وجزاك الله خيرا. شكرا 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 لك أخ سعد. بالنسبة إلى سألتني أين دور النواب، والله أوجه سؤالك هذا إلى مجلس النواب العراقي. من 2005 لليوم كافة النواب اللي طلعوا واللي بعدهم يمارسون العمل البرلماني واللي طبوا للبرلمان في أي دورة انتخابية، شنو الدور اللي سووه للعراق حتى نقدر نجاوب؟ شنو المشروع اللي قدموه للشعب العراقي حتى نقدر نجاوب؟ شنو القانون اللي أقروه ونفذوه بشكل صحيح حتى نقدر نجاوب؟ شنو دورهم في حماية المواطن العراقي وفي حماية الموارد العراقية وفي حماية الكنوز والمعادن اللي موجودة في هذا البلد حتى نقدر نجاوب؟ ما لهم دور في أي شيء سوى أنه عندهم دور هو المعارك الانتخابية وشون يسوي له حملة انتخابية ويتعارك على الصوت حتى يقدر يصعد إلى البرلمان العراقي، والسبب معروف لأنه الراتب خيالي، راتب شيء لا يوصف البرلماني، إضافة إلى الحوافز والسفر وغيرها وغيرها والحمايات. ومن يطلع وراء 4 سنين بشكل مخالف للقانون حسب ما قالوا القانونيين يأخذ تقاعد كأنه هو اشتغل 20 سنة في الدولة العراقية وخدم الدولة العراقية ويأخذ راتب تقاعدي على ما قدمه للبلد، لكن هو عمل 4 سنوات نايم بالبرلمان ما شفنا من عنده شيء، ولا هيأخذ راتب تقاعدي، والراتب التقاعدي أيضا راتب خيالي. هذا هو دور النواب. أما في قضية مياه نهر الفرات ومياه نهر دجلة، اليوم العراق هو يعاني من هذه الأزمة، لا أكو مصادر تحلية بالعراق، ولا أكو محطات تحلية بالعراق، ولا أكو مي كافي للبلد، لأنه أكو أنهر تجف نتيجة أنه ماكو حكومة تعرف تتصرف في هذا الأمر، ماكو دولة أو مو دولة، ماكو حكومة عندها مخططات للاستفادة من المشاريع الأروائية أو مشاريع المياه، أو حتى من استفادة من المياه في توليد الطاقة الكهربائية حتى العراق يصير بكهرباء. إحنا اليوم لا عندنا كهرباء ولا عندنا مي. أبو حسن من بغداد، حياك الله. السلام عليكم أخوي أسد. هلا بيك يا غالي. ربي يحفظك إن شاء الله ويرحم أمواتكم. يعني أستاذ أفل، هم دولة ما عندهم يعني مو رجال حكومة، يعني هسه تركيا بعتدي علينا داخل قواتها بالعراق، يمنعون المي علينا، إيران منا هم تبعيتهم وتحت أمرتهم ما يخلون المي ينزل علينا، ولا عندهم رجل سياسي محنك ورجولة عدة يعني يحمي العراقيين أو يخليهم يعني يجي المي للعراق. يعني هم دولة مو أصلاً، هم ما يهتموا للعراق، نظرة المياه صارت يعني مثل شيء أغلى من الذهب. وأنا قلت قبل فترة، قلت يجيهم العراقيين يقدون المي، فهم دولة ما يعرفون، يعني ما عندهم قيادة، ما عندهم وفاء للعراق أو انتماء، لذلك ما يعرفون يسوون شيء. يعني هم دول عبيد المال، حتى المناقصات، حتى في شارع مناقصة ويا تركيا ما يخلون يشتغلون جماعة تركيا هنا حتى إذا ما يأخذون كوميسيون. فدول ما يهتمون للعراق، عسى ينهجم، عسى لو شايف البزارع أساسا ما بيها مي، شلون العراقيين يزرعون؟ هم قتلوا الزرع. يعني أشياء، يعني دول مو بشر، عمرهم ما يبنون العراق. وكاسة على مدى صارت فوق 18 سنة العراقيين يشوفون الويلات، حرق البساتين وحرق قطع النخل، ما يدون العراق يشبع أو اكتفاء ذاتي له، يدون أهم شيء هم يستوردون ويخدمون إيران وبعض الدول. ولكن ما يعني
يعني قبل يعني قبل بنظام سابق قالهم رئيس الدزبرق عزيز تركيا ما داروا على بال كلمه واحده قالهم اوجه صواريخ على سدود موسكو فجرها وفتحوا المي. يعني هذا عده غيره على العراق، هذول ما عندهم غيره على العراق ما يهمهم. ذاك اليوم الانفجار مال الصدر غيره وغيره وغيره، والمستشفيات مال الناصريه ومال النهروان ما استنكروا ولا قالوا العراقيين احترقوا وماتوا. هم جايين لقتل العراقيين، يجوعوهم يعطسوهم. يعني انا ذاك اليوم والله محافظه من محافظات العراق رحت فيها والله فد مهزله على مود المي، وناهيك عن المشاريع اللي ما كملت. يعني اكو مشاريع مال المي مال تنقيه المي بس جلوا خزان صبوا كونكريت وعافوه وقبطوا الفلوس الباقيات وهي حدث ولا حرج. ماكو مشروع كملوه بالعراق. حتى مدارس ما شاء الله عندنا مدارس الطينيه بالمحافظات والله تشوف الاطفال تبكي عليهم. هذول مو رجال دوله اخي. الحكي هذا كله ما يجيب نتيجه ابد اذا مو العراقيين يغيرون ما بداخلهم للاحسن. راح يظلون مكفخه يا اهل يجي يخفق بيهم. يجي مرشح حتى المرشح حلو شايفهم يبلغ شارع مال المنطقه صغيره، وذول اللوقيه ما شاء الله يركضون وراهم. واصعب شيء شفته في حياتي هالايام هاي مالتي النجيفي لما انطب اللوقيه مالتهم ويهللون ويذبون ورد وش اسمه وحلويات. نسيتوا تاريخهم هذول شلون دمروا الموصل لما صارت طبوا داعش على الموصل. وين نزموا؟ عالدول الدول برا وعاشوا الجماعه اهل بلدتهم اهل العراقيين دمروا وتبهدلوا وقتلوا. فهذول مستحيل يبنون شيء ولا يبنون ولا عمره يفكرون، مجرد تفكير بناء العراق ما يبنون. ولازم يصحى العراقيين، لازم يصحون، لازم يصحون. يعني الى متى هذا يجي قشبرهم بكلمه كلمتين وخلاص، وانا اسوي لكم وهاي وانا اعطيكم طحين وانا اعطيكم سكر واعطيكم بطانيه. وهذا اللي يقول اعطي الصور مره واحده على موزه، موزه هيك رخص البشر يعطي موزه في سبيل انتخابه. والله ما ادري يعني حيره حيره، احنا بحيره من امامنا. نعم شكرا 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 لك ابو حسن. ابو ايسر من تركيا حياك الله. اهلا وسهلا استاذ، شلونك يا اهلا بك يا غالي. الحمد لله. احنا هاي ازمه المياه مستعصيه من زمان، مو بل والله بالوقت هذا نعرفها، لان هي التهديدات السوريه والتركيه وغيرها وغيرها كلها هي تقلل المياه للعراق. العراق هو بلد النهرين بس مدى يستوعبون شلون ينظمون شغلهم كسدود حتى يحافظون على المياه. فماكو حكومة تقدر تتصرف بصورة صحيحة حتى توفر المياه للشعب العراقي. هي حتى كهرباء ماكو حتى يوفر المياه، كل من حاير بنفسه ويبوق. وهذا ذولا شلة تعبانة يا أستاذ. فباعوا العراق من كل شيء، يعني باعوا من زراعة الصناعة المياه الكهرباء، ما خلوا على شيء للعراق. نعم شكرا شكرا لك أبو أيسر. المي يعني يعتبر هو أكثر شيء أساسي في الحياة. المشكلة اليوم بالعراق هي مو بس الملوحة اللي دا تصعد من الخليج العربي إلى شط العرب صعودا إلى الأعلى وصلت تقريبا مركز مدينة البصرة. المشكلة اليوم أنه حتى الأنهر أو السواقي اللي موجودة الساقية احنا نسميها أصبحت مكب للنفايات. يعني تجد اليوم بعض الصور اللي طلعت قبل شوية نهر راكد ما يتحرك، موجودة به نفايات وأزبال بشكل مو طبيعي. لا أكو وزارة قدرت أنه تنظف الأنهر مثلا، أو أكو طريق لكشط جوانب الأنهر حتى تنظفها، أو رفع القمامة رفع النفايات اللي موجودة داخل الأنهر، قتل الطحالب السامة اللي موجودة في بعض المناطق، حماية الحيوان الثروة السمكية اللي داخل هذه الأنهر، الأهوار اللي العراق كان يفتخر بها وأصبحت هي محمية من اليونيسف مثل ما تشوفون بالصورة. الأهوار جفت وأهلها تركوها، وهي فيها جزء كبير من الزراعة العراقية أيضا. الأهوار هاي كلها زراعة الشلب تحتاج إلى كمية من المياه. اليوم هاي
هاي المهنة معرضة للانقراض لأنه ماكو مي. الفلاحين بدأت تترك مزارعها وتطلع لأن يقول لك أنا ما عندي مي بشنو أزرع. صباح من بغداد حياك الله. السلام عليكم أستاذ أفل. عليك السلام والرحمة والإكرام. طبعا شفنا احنا اكثر الولائيين اللي هم اصحاب القرار من 18 سنه مثل المالكي وهذه العامري وقيس الخزعلي ومقتدى صدر وكل ذول الذيول بدون استثناء حتى المرجعيات الموجوده بالعراق. يعني ايران من قطعه المياه والروافد الموجوده عندها اللي تصب الى دياله وصب الى العماره جنوب العماره، يعني ما شفنا اي واحد من عندهم اللي يسمون فسهم احنا يسمون فسهم مقاومه ويسمون فسهم مجاهدين ويسمون فسهم تسميات عديده والشايب وغيره وهذه الاسماء كلها وابو فدك، ما حد من عندهم طلع وصرح بالضد من الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه مثل ما يدعون عليها اسلاميه. يعني قطعه المياه بالكامل صفر منسوب المياه على محافظه دياله، واحنا نعرف ان جزء من الزراعه الموجوده والثمار الفاكهه هي من دياله. زين انتم من تقطعون المياه على الاشجار والبساتين والزراعه وعلى البشر وعلى حتى الحيوانات وعلى الثروه الحيوانيه، يعني ماكو واحد بالسياسه يطلع ينتقد ايران ويدز وفد يقولها جاي يسوين حرب بثمان سنوات احنا وايران، الإيران ما قدرت تسد أي رافد من هاي الروافد. ليش هسه من أنتم عندكم علاقة طيبة مع الجمهورية الإسلامية مالتكم انقطعت كل المناسيب المياه اللي تجي إلى العراق؟ يعني ناس ولائيين ومننا أنا احنا نعرف يعني نهر دجلة نفس المشكلة وما حد قدر يطلع لا الحلبوسي ولا غير الحلبوسي داعي بالمياه اللي جاية من تركيا، فكل الناس ساكتين وصامتين وما حد يحكي ويعرفون احنا هسه وراح نصل مرحلة كل العالم يصل لمرحلة ان هذا الجفاف الموجود راح يصير المياه اغلى من حتى البترول. يعني الناس اذا ما عندها مي شو يسوي بالنفط؟ زين شو يسوي بالنفط؟ شلون الزراعة؟ شلون الثروة الحيوانية؟ شلون تريد تبنون بلد انتو؟ وين انتو رحتوا هاي 18 سنة لا سويتوا سد؟ هسه المياه اللي تجي من سوريا واللي كانت سابقا تجي من ايران المفروض بالحكومه الرشيده اللي يقولون احنا حكومه حزب الدعوه وحزب الاسلامي وغيرهم واللفه لفهم، المفروض بيهم كان يبنون سدود ويعززون البحيرات الموجوده في غرب العراق وجنوب العراق وشمال العراق في سبيل المياه الامطار والمياه اللي تجي تنحصر بهاي السدود ويستخدموها فتره الصيف الحارقه. يعني الناس تحتاج الى المياه في فتره الصيف اكثر من الشتاء، يعني معروفه. ليش ما بنيتوا لكم سد في سبيل نقول احد انجازات هاي الحكومه العميله حكومه المرجعيه بنت سد واحد؟ ليش انتم لحد الان عايشين بالسدود اللي بناها نظام البعث؟ ليش ما عندنا ولا سد في سبيل هاي الانهر نهر دجله والفرات نهايتها يودن الشط العرب ويروح هباء المنثوره كل المياه اللي تجي؟ يعني من تريد حاجز تركيا او سوريا او تحاجز ايران تقولهم انتم ليش سديتوا علينا؟ راح يقولوا لكم اجت وفود لنا وقلنا لهم بلغناهم ابنوا سدود وعززوا البحيرات الموجوده واملوا السدود في سبيل تحتاجوها فتره الصيف، هاي المي جاي تروح هيك وياها فعلا، لان احنا ما عندنا لا وزير رأي ولا أي واحد ولا وزير زراعة يعني عندهم الحكمة، كلهم حرامية وسراق وفاسدين ما يفكرون بهذا المجتمع. وحتى شغلة الارتفاع درجات الحرارة يمكن أكثر مرة حكيناها، يعني لو عندنا بحيرات وعندنا زراعة وعندنا تشجير وكل الأراضي الموجودة يعني ثلث العراق مزروع كان خفت درجات الحرارة اللي موجودة هسه. درجات الحرارة جاي تصعد أحد أسبابها هو نقص المياه وعدم الزراعة، لأن هم جايين ذولي ما جايين لا يزرعون ولا يبنون سدود ولا كل شيء، حزب الدعوة جاي يريد ياخذ بس كراسي ويبيع نفط ويسرق الأموال وخلاص، وأي واحد يقف بطريقه يغتاله عن طريق الولائيين وحزب الله والنجباء والعصائب وسرايا السلام وجيش المهدي سابقا. فذولي ما جايين يبنون بلد ولا جايين يسوون دولة ذات سيادة وكرامة. احنا نعرف هسه العراق من أسوأ البلدان بكل شيء بكل المجالات، التعليم الكهرباء الصناعة الزراعة، ما عندنا مجال نجحن به حزب الدعوة ومن لف لفهم. والمشكلة والطامة الكبرى ان المرجعيات الموجودة ساكتة، المجرب لا يجرب ونفسهم هم الاشكولات. شون يعني شون جاي يتداورون؟ يعني المالك اليوم هيك منصب بعد كم سنة يصير غير منصب، فالوزراء جاي يتداورون، يعني الصدريين وسائرون نفسهم يطلعون وجوه جديدة بس هم كلهم تابعين لهم. إنجازات شنو؟ إنجازات صفر.
ما نجحهم بأي مجال، لا صحة لا غيره. وشوف العراق حاليا الأوبئة الأمرضة من الجفاف ومن ارتفاع درجات الحرارة ومن هذا الوباء المنتشر، الله يحفظ كل العراقيين من شماله إلى جنوبه إلى الغرب يعني. لكن الحكومة، هاي الحكومة ما يفيد وياها، حتى التظاهرات ما نجحت بالمناطق الغربية وتم تدميرها من قبل المالكي وأعوان المالكي وإرهاب داعش، وحاليا ثوار تشرين مهددين أيضا بالميليشيات الولائية اللي هم حشد أيضا يقضون عليهم. والعراق دمار إلى دمار يعني، ما عندنا فتشي أمل، ماكو أمل على هيك وجوه موجودة بالحكم من 2003 لحد الآن، جمع على ظهور الدبابات والدستور اللي خلاه برايمر. وحاليا هم يحكمون عايشين بقصور ونعيم هم وعوائلهم، والمصيبة والطامة الكبرى تقع وين؟ مصائب تقع على الأبرياء من السنة والشيعة. نعم، شكرا شكرا لك أخ صباح. أبو زينب من النجف، حياك الله أبو زينب. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. طبعا هو هذا الموضوع يعني شائك وعويص ويدمي القلب. نعم. هذه الورقة الضاغطة الكبرى اللي دي يستخدموها ويانا تركيا وإيران، أولا هم اثنيناتهم دولتان منبع، وإحنا وسوريا دولتان مصب، وخاصة العراق. نعم. القانون الدولي يقول أي دولة منبع ليس لها أن، ممنوع عليها أن تغير مجاري الأنهار أو الجداول أو الأحواز أو غيرها إلى داخل أراضيها، ولا أن تلغي عن دولة المصب، ولا أن تقيم أي سد مهما كان صغير إلا في الدولة التي ينتهي فيها النهر. بالنسبة لتركيا، ضرب الموضوع عرض الجدار لأن قوة، الآن تركيا لها نفوذ بالعراق ونفوذ في سوريا ونفوذ في ليبيا ونفوذ في مصر، يعني معقولة الجيش العراقي أقوى من الجيش المصري في هذا الوقت؟ وما قادرين لهم، ولا حتى الجيش الليبي، وكذلك بالنسبة الحال إلى إيران. هذا حتى يخلون العراق دائما مستورد للطاقة الكهربائية، مستورد للأغذية، مستورد لكل المنتجات. السبب بالنسبة أن نقول إحنا الحكومات ورؤساء الحكومات المتعاقبين من 2003 إلى الآن هذول مجرد تحصيل حاصل، الأمر بيد القيادات الحزبية الأقدام والأيدي والذيول التابعة لإيران، ما يقرر هناك في قم وطهران يطبق في العراق عن طريق هؤلاء. يحجولك بالكرامة والسيادة الوطنية، كم كرامة وسيادة الدولة وسيادة وطنية، فينكم تطلعون التركي من الدهوك؟ مو حتى أردوغان يمسح العراق كله. احنا مرتمين بأحضان أمريكا بالكامل، لا مرتمين بأحضان الخليج بالكامل، لا احنا يعني على قولة هذا يقول حتى هاي اكو دولة ميش اسمها مش على الخريطة مثل عادل الإمام ما يقول، يقول حتى هذه الدويلة التي لا ترى على أي خريطة من خرائط العالم لها أصبح مخابرات في العراق. في أي زمان احنا دا نعيش؟ مهزلة يعني، عيدونا مصباح أول يوم العيد وثاني يوم العيد، بدل ما يعطونا كهرباء باعتبار كل الجامعات والمدارس والدوائر كلها مغلقة، عيد بشرفك يقطعون علينا الكهرباء يومين، وفوقها يزيدون الطين بلة ويقطعون علينا المي يومين، خلونا نتناقل فإحنا وعوائلنا ليش؟ فهي صوت مو صوت دولة، صوت الشعب. الشعب إذا بيحام ماكو سلمية وما سلمية، ها؟ على قولة البعثيين يقول السلام اللي ما تجيب البندقية مو سلام. والسلام عليكم. شكرا شكرا لك أبو زينب. احنا مشكلة هي مو بناء السدود، بناء السدود في حسب الاتفاقيات وحسب الأصول الدولية هي حق أي دولة، لكن أنك تغير مجرى نهر وتجفف مصدر من مصادر الأنهر مثل ما سوت إيران ويا العراق، هذا هو اللي مو الحق. المشكلة هسه لما ننظر إلى 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 اللي دا يصير بالعراق، مصر والسودان عايشة نفس أزمة العراق أو أقل من عدها بكثير، لأنه أثيوبيا تريد تبني سد النهضة وقائمة القيامة بين الثلاث دول على هالسد، قائمة القيامة بيناتهم، ومتدخلة بها الأمم المتحدة ومتدخل بها الاتحاد الأفريقي ومتدخلة بها الجامعة العربية، ودول دا تدخل وساطات بين ثلاث دول حتى تهدي الوضع بين الثلاثة.
بينما العراق اليوم عنده مشكلة مائية ويا إيران مثلا، قطعة المي عن ديالة وجف النهر وعن سليمانية وعن أماكن أخرى، مدى نسمع تصريح للحكومة العراقية أنه راح تروح للأمم المتحدة، راح تروح إلى محكمة العدل الدولية، راح تفعل الاتفاقيات الدولية، مدى نسمعها هذا الشيء؟ مدى نسمع من الحكومة العراقية أنه هي دا تحكي بهذا الأمر؟ مدى نسمع الحكومة العراقية دا تقولها بابا تعال يا إيران انتش دا تسوين؟ مدى نسمع واحد من الحكومة العراقية يقول يابا هذا حق الشعب العراقي دا ينخذ من عندكم تعالوا رجعوه؟ ولو هم ما يقدرون، لأن أمرهم بيديهم. أنا أعرف، أنا أعرف أن الحكومة العراقية أمرها بيد إيران. أنا أعرف إيران هي المتحكمة بالشعب العراقي بالحكومة العراقية ومتحكمة بكل شيء بالعراق، مثل ما باقت مصفى بيجي ونقلته هو أكبر مصفى بالشرق الأوسط الله أعلم وين ودته، باقت المي، ومثل ما دا تأخذ من عندنا نفطنا وترجع تبيع لنا يا بنزين وغاز وتأخذ الدولار العراقي وتأخذ وتأخذ وتأخذ، بالمقابل العراقي ما لحق، ومنتجينا منتجات من إيران فاسدة وأدوية غير صالحة للاستخدام ومعجون طماطة فاسد وأكل بي إيدز. محمد من النجف حياك الله. سلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحية طيبة لك أخ محمد وقناة الرافدين الكريمة. حياك الله أخويا. أخ محمد، إحنا السادة قاعد نحكي بالتلفزيون وقاعد نتصل وكل إحنا معروفين قلبنا، بس الدور كله لكم للإعلام، ترى إحنا ما لنا دور أخ محمد. يعني هسأني لو أرد أطلع على مثلا أرد أنشر لي فد مقطع يوتيوب أو أرد أحكي على الفيس، ثاني يوم يقتلوني. اسمعني يا أخ محمد. أسمعك. يعني ست قناة الرافدين، والله العظيم قناة المفضلة قناة الرافدين، لأن تنزل على الجرح مال قلبي، تريحني من أشوف متابعكم وتريحني تعشون على هاي الميليشيات وذول الخونة. أنا قصدي أخ محمد، أنتوا إعلام، أنت مثلا قناة الرافدين، أنت المفروض أنتوا تحشون بالحرف الواحد وبالرقم الواحد، تحشون فلان فلان ابن فلان حرامي منعول سارق. إحنا مثلا دائما تقولون مثلا مو قصدي عليك أو الإعلام الفلان الفلان المسؤول الفاسد المسؤول الفاسدين، ما راح نوقع على المشكلة، لازم نخلي نقاط عن حروب. أنا محمد مثلا فاسد، محمد الفلان، لازم احنا يجي أخ محمد، احنا لا نظل بس نجيب مسميات سطحية الفاسدين والفاسدين، يعني وين الفاسدين؟ طيب أخويا يعني أخويا تسمح لي تسمح لي اتفضل. بداية أخوك أفل الصقر وياك ولا صغرى من أخويا محمد زميلي بالعمل. الله يسلمك. لا العفو. شغلة ثانية، يعني أنت تقول العتب علينا إحنا أو الثقل علينا إحنا كإعلام، صح؟ صحيح. طيب هل من المعقول أنه بس الإعلام هو اللي يوجه الشعب العراقي؟ شيوخ العشائر ترى لهم دور، شيوخ الجوامع لهم دور، المعلمين بالمدارس لهم دور، أساتذة الجامعات لهم دور، الآباء والأمهات في المنازل لهم دور. لازم الشعب العراقي كله يتكاتف، لأنه إيد واحدة ما تصفق. فلما تخليني أنا بوجه المدفع كإعلامي، أو تخلي قناة كقناة الرافدين بوجه المدفع كقناة أو كافة القنوات، ما راح تقدر تسوي شيء للشعب. صحيح. هو ما راح هو ويا يا أخوي تسمعني أسمع. زين الحل شنو أخي؟ زين نسمع. يعني لا أعرف، أنت قناة نفرض عن مقصد مع احترامات وحب وتقدير قناة الرافدين القناة الشريفة الغيورة، بس القصد أقصد الإعلام، يعني لا هو بالإعلام ما يتنفرض، يعني سوى شعب كله. أنت قل الشيوخ، وين قعدنا شيوخ؟ إحنا وين عدنا شيوخ؟ أنت لا تجيني للجنوب شيوخ أفصول عزايم قتل ذبح أفصول تسليب سلب نهب، هذا وين الوعي تلقاه؟ التعليم فاشل. منين تريد الشعب يعني يطلع واحد ينبثق من الشعب ويطلع واحد يطلع لنا كفايه معجزه، يطلع لنا واحد ويوعينا مثل ما الاعلام الان. انا سلا انا جاي اتحدث وياك نفرض اني همجي، انا متخلف، من يعلمني؟ اني من يعلمني غير ابغى على التلفزيون
التلفزيون يقول لي هذا الفلان الحرامي، هذا الفلان، هذا الحرامي، غير اعرف من السراق الحرامي على مود اعرفاني. احنا في الحد الان ما نعرف من السراق، من الحرامي في العراق؟ نور المالكي، حيدر العبادي، منو تعرفاني؟ يعني ترى كلهم المرجعيه من الحرامي، ترى كلهم كل من عمل بالعمليه السياسيه من 2003 لليوم، اذا دور على تاريخهم بالانترنت الشانه وقبل 2003 وش صاروا بال 2021. اريدك تسال سؤال واحد، منين جابوها؟ احمد بن نور المالكي منين جاب هاي الملكيه اللي يملكها هسه في بيروت وفي اوروبا؟ نور المالكي نفسه منين جاب هاي الملكيه اللي يملكها في الامارات وفي فرنسا وفي غيره؟ ابراهيم الجعفري، حيدر العبادي، غيره وغيره 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 وغيره، منين جابوا هاي الملكيه؟ صح. بس دول اخي العزيز، اخ محمد، ندرك كلهم اخ. نعم. محمد تعرف أنت البرلمان في زمن الملكية كان ممنوع يفتح مشروع؟ إيه، بس إحنا البرلمان صاروا تجار. تعرف البرلماني لما يتعين بالبرلمان أو ينتخب الشعب العراقي في زمن الملكية العراقية كان قبل ما يؤدي القسم ويطب إلى قبة البرلمان لازم يقدم إيش يملك، بحيث من يطلع من البرلمان لازم يطلع من البرلمان هو عنده نفس الملكية، وإذا زادت عليها يتحاسب. الملك فيصل الأول نفسه، الملك فيصل الأول حاسبوه على 6 دنانير اشترى بها الأمير غازي قاط إلى رئيس وزراء العراق في فرنسا. الله أكبر، موجودة هاي في التاريخ العراقي. نعم. حوسب الملك فيصل على 6 دنانير. نعم صحيح. فأنت قارن وشوف شوف شوف البوغ وين. هم كلهم شك واحد بالعملية السياسية، كلهم سراق وخونة باعوا العراق. بس قصدي أخي العزيز، إحنا نريد تكون قناة، نريد تكون قناة وحدة توعي الشعب، تحكي بالمسميات، بالمسميات كون تحكي فلان ابن فلان، نفرض المالك المالك اللص ابن المالك كيت كيت. احنا لازم انا ما نحكي بالمسميات، ما رأينا نقول سياسيين باقوا الشعب. من اللي باقي الشعب؟ هو صحيح كلهم حرامية وكلهم لصوص وكلهم قتلة، بس اكو مثل يقول ابتر ضائع بين البتران. وين يعني رد الحرام وينه؟ تمام، واحد حطه على المشنقة. تمام شكرا. ما احنا ما جاي نحدد الاسماء، اريد يكون الشعب يكون يطيح على الجرح. اقصدان الاعلام، والله اتمنيت يا اخ محمد، يا اخ عمر، اتمنيت انا والله خارج العراق والله العظيم، بس اما خافا ما تقدر تحكي. نعم شكرا لك اخ محمد، وانصحك تتابع قناتنا، راح تلقى المسميات اللي دا تسال عليها موجوده في كافه برامجنا، وباي مشروع احنا دا نطرح، او عفوا في اي قضيه دا نطرحها في برامج قناة الرافدين. احنا ما نجي نقول لك نور المالكي بنفسه مثلا، بس راح نسأل سؤال. بزمن نور المالكي اكو ما يقرب من 1,000 مليار دولار انصرفت وكل شيء ما حصل الشعب العراقي، وينها؟ وين انصرفن؟ الفضيحة في صفقة الأسلحة الأوكرانية وين؟ الفضيحة في مثلا أجهزة الكشف عن المتفجرات وينها؟ هاي الأجهزة اللي صرف عليها العراق ملايين الدولارات ورا ما طبت للعراق واستخدموها هاي الأريالات اللي تفتر، تفجر مول الكرادة وتفجر مفخخة في ساحة الطيران وتفجر مكان ثاني، عشرات التفجيرات صارت بالعراق واحنا دافعين ملايين الدولارات على أجهزة المفروض هي لكشف المتفجرات، بحيث انه ما تطب ولا متفجرة الى اي مكان وما تنفجر وما يروحون الناس او يروح دمهم هدر. المي مثلا، يعني ابو زينب يقول اول يوم العيد وثاني يوم العيد انقطع المي عنا نهائيا. هذا البلد احنا ما اتذكر فيهم من ايام انه عندنا ازمه مي، حتى بالحصار معانا الشعب العراقي من ازمه مي، لانه بنهرين تعوضه. ما كانت اكو مشكله انه المي شلون يصعد للتانكي، بس هسه بهالوقت الحالي العالم تطلع من بيوتها دا تروح لغير اماكن دا تدرس براميل بسياراتها حتى تجيب مي لبيتها، والمي اللي تجيبه مو صالح همينه، مي الشرب يشتروه بفلوس، بينما العراقي كان يشرب من البوري. ما اتذكر اهلي وانا صغير فد يوم جابوا لنا بطل مي او قنينه تعبئه، ما اتذكر. المي كنا نشربه من البوري.
نفتح الصوندة بالحديقة نشرب بها مباشرة. أما اليوم ماكو مواطن يقدر يفتح مي الإسالة. أكو فيديوهات، أكو ناس شربت مي الإسالة طبت مستشفى وسوت غسيل معدة، تسممت لأنه المي بي بلاوي. هاي البلاوي سببها شنو؟ الزبالة المشمرة بالأنهر، الأنقاض المشمرة بالأنهر، الطحالب السامة اللي دا تطلع ودا تكثر على حواف الأنهر، الجفاف، الملوحة اللي دا تصعد بالمي. احنا هذا دا نحكي عليه. إذا تريدني أسمي لك، عندك وزير موارد مائية، وعندك مدراء عامين، وعندك محطات تحلية، وعندك رئيس وزراء، وعندك كوما ناس، ليش يسموهم حكومة؟ المشكلة يا أخي محمد أنه السياسيين هو ما يفهم شنو معنى سياسي. سياسي يعني المفروض يسوس حياة الناس، يسوس حياة الناس، يعطيهم المي اللي يشربوه، ويعطيهم كهرباء، ويوفر لهم حصصهم من النفط. ثائر من الناصرية، حياك الله يا ثائر. الله يحفظك أخوي، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام، ويحفظك يا رب، تفضل. الله يعزك، رحم الله عليك أستاذي. إحنا بالنسبة لنا عندنا أزمة بالعراق، نعم، وهي أزمة المياه. إحنا بكل شيء عندنا أزمة، بس حلقتنا اليوم عن أزمة المياه. نعم، إيه حلقتنا عن أزمة المياه. إحنا بالنسبة لحياتنا كلها أزمة، يعني بصورة عامة كلها أزمة. نعم، يعني شنو اللي يريد إحنا باوعنا بيه؟ مثلا أزمة الصحة، أزمة المياه، بس إحنا مو أزمة المياه. احنا حاليا بالناصريه او بذيقار، نعم، يعني نعاني من ازمه كبيره جدا، كميات المياه اللي هي مياه الغسل، يعني مو مياه الشرب. والله مياه الشرب احنا مايسين من عندها، ما يقدرون يوفرونها مثلا انه، نعم، فجاي نعاني من مياه الغسل، يعني عندنا مياه هائل قليل جدا. واحنا بالنسبه لنا بالعراق الحمد لله شكل عندنا دجله وعندنا الفراغ، واحنا غنيين عن هذا الموضوع. المفروض احنا ما نعاني من أزمة المياه. نعم، وهذا السبب، وهذا السبب الرئيسي اللي هو يخلي أزمة مياه وأزمة طاقة وأزمة كهرباء وأزمة صحة، هذا كله سبب السياسة الفاشلة بالعراق اللي هي من 2003 ولحد الآن، السياسة اللي جاي تتخبط بهذا البلد. نعم، فما اعرف، ما اعرف احنا الى متى، وين نريد نوصل، ما جاي، يعني ما جاي نعرف احنا شنو وضعنا، نتيجتنا شنو، ما جاي نعرف. يعني سبحان الله حياتنا من ازمه الى ازمه، شنو السبب ما ادري. بالانتخابات يصيرون بس هم وبس، تخلص الانتخابات احنا عايشين بمجموعه ازمات، ولا وحده من هاي الازمات جاي يحلوها انه كتلة سياسية، أحزاب، كذا، ما جاي نعرف شنو الموضوع. يعني إحنا في حيرة من أمرنا، يعني شنو اللي مطلوب من عندنا، ما جاي نعرف. أبسط الخدمات ما متوفرة. نعم. يعني سمو زحمة مو عيب عليهم، هم دولة أو برلمان ما يوفرون مي للعالم تغسل وجهها مثلاً، خلينا نقول هيك. ما يوفرون أبسط علاج المريض. يعني ما يوفرون كهرباء، صار لهم من 2003 لحد هاي التريليونات الترقع والملايين اللي نسمعها بالاخبار من ألسنة السياسيين، صرفنا كذا مبلغ على مود الماي وكذا مبلغ على مود الطاقه وكذا. يعني مو عيب عليهم هذا الحكي؟ يعني هاي المبالغ الطائله لو يعطونها لاي دوله الان بالعالم، مو تخلينا نمشي على ذهب؟ والله على ذهب نمشي. نعم. ما جاي افهم يا استاذنا العزيز شنو احنا وضعنا، ما جاي افهم. لان هاي شنو حل؟ ما جاي يطلع واحد يقول يابا هذا الموضوع، انتم ما عندكم خزن للمياه، الماي طب من هنا يطلع من شفت العرب من 2003 لحد الان، حتى الماي اللي تتقرضونه تستجدونه من تركيا هم جاي يتعبرونه قبل البحر. وانتم دوله، يعني مو انسان قاصر عن عمل، يعني انتم دوله. والله مشكلة. نعم نعم نعم، شكرا 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 جزيلا لك أخوي العزيز. رسالة واتساب اللي وصلتني اليوم، رسالة تقول احنا كان عندنا بلد اسمه العراق العظيم، وكان العراقيين بيه كريمين، اما اليوم لا يوجد شيء اسمه عراق نتيجة سياسات هؤلاء.
رسالة أخرى تقول بالعشرينات كان موظفو إمارة الأحواز يأخذون رواتبهم من بغداد، أما أجيالنا اليوم ما يعرفون إنه الأحواز هي ثلثية مساحة العراق، مساحة العراق، وسبعين من المي عفوا 70% من النفط الإيراني الموجود حاليا موجود بالأحواز، و13 مليون عربي من عمومتنا العرب الأقحاح يعيشون بالأحواز، والفرس ما يمتلكون شبر واحد على مياه الخليج العربي. السلام عليكم أستاذ أفل، وكل عام وأنتم بخير وقناتكم الكريمة بخير، يا رب من تألق التألق. بالنسبة لأزمة المياه وغيرها، كل شيء مفتعل لتهجير هذا الشعب بشتى الوسائل، والسبب إيران والأحزاب اللي دمرت العراق. تحياتي لكم، رنا من بابل. حياك الله أختي. السلام عليكم أستاذ أفل، مساء الخير، عندي طلب إلى إدارة قناة الرافدين المحترمة، نرجو إضافة رقم آسيا سيل حتى نقدر نخابركم رجاء. كيان من بغداد. رسالة أخرى تقول مناشدة إلى كل شريف بهاي الحكومة، نطالب بالعفو العام، أولادنا مرضى بالسجون، كل الدول انطت عفو عام عفوا بس العراق ماكو، نريد عفو عام الخاطر دمعة الأمهات والزوجات والأطفال، أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، العفو العام مطلبنا. وتحياتنا لقناتكم العراقية الأصيلة. رسالة أخيرة تقول إخوان رجاء جاوبونا. أخي العزيز أنت أقدر أجاوبك على هذا، نبهنا دائما في بداية الحلقة ما عندنا اتصال على رقم الواتساب، تقدر تتصل بينا على الأرقام الأربعة الثانية، عندنا رقمين من داخل العراق تقدر تتصل بها. مشاهدينا الكرام، أزمة المياه الموجودة اليوم بالعراق مو سببها الشعب العراقي ولا سببها دول الجوار، سبب أزمة المياه الموجودة اليوم بالعراق أنه ماكو حكومة تدافع عن حقوق العراق وعن حصص العراق المائية. لما تجي هاي الحكومة راح ترجع لنا كل حصصنا. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر في إذن الله. إلى اللقاء.